بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن الحظ ممتين الأندية وخطيبين العدد قليل شوية. الناس اللي يكونوا حاضرين دائما هم اللي يكونوا دائما واجدين معنا. بالنسبة للكراهات ديال لأن هذا كما كنقولوا دائما الشعب يكونوا واضحين، لأن ملي كنديروا يوم خاص سيادة الملف الإدارية والقرعة، حنا كبرمجة باش نكونوا واضحين من الأول، حنا هنا إجراء القرعة ديال القسم الثالث والقسم الرابع، حنا هنا مدعوين اليوم باش نبداو نشوفوا مع السي الحاج بالنسبة للملفات القانونية ديال الأندية اللي صورت الملفات ديالها، لأن كنهضرو على القانون، فالقانون خص يكون علينا وعلى الأندية، كنهضرو باسم الإدارة. دابا راه اليوم مازال كنعيطو بالتليفون وكنقولو كنسجدو للناس يجيبو الملفات، لأن كنعرفو الوضعية ديال المسيرين والوضعية ديال الأندية، راه ماشي كلشي متفرغ يدير البينيفوت ولا أنه يدير التسيير. وعطينا اجل وعطينا اجل وعطينا اجل، ودا رغم ذلك وكنهزو الهاتف وكنعيطو للانديه. علاش؟ لان ما بغيناش تكون ديك الاصابه ديال لا باش على الاقل ما جابش، لان كنقولوا حنا داكشي كيكون شويه اخوي بيناتنا. قبل ما نبداو في القرعه ديال القسم الرابع غادي يعطينا الحاج الانديه اللي صوت الوضعيه ديالها والملفات ديالها. اللي ما قالهاش الحاج راه ما كايناش، لان عطينا اخر اجل اللي راه الحاج غياخذ الكلمة. آخر أجل اللي درنا هو الجمعة الفارقة سي الحاج، هو آخر أجل. هذا قرار ديال الإدارة العصبة، اللي ما استوفاش الشروط ديالو بالنسبة للملف أوتوماتيكمون راه يمكن تصل بالحاج ولا تصل بنا ولا هذا. الحاج غيعطينا وضعية ديال الأندية اللي هي كاينة، الأندية اللي مازال اللي ما عندناش ملف ديالها. كاين فريق، كاين أندية اللي ما عندها حتى وثيقة، حتى وثيقه ما كاينه ديالو، حتى وثيقه واش كاينه تسجيل ما كاين. ما يمكنش نديرو قرعه وغدا غيجيو الناس غيقولوا لنا راه هذاك الفريق ما كاين، وشنا هو شكون المسؤول؟ راه ماشي هو المسؤول، حنا المسؤولين، لان لا يعقل انك دير فريق وانت ما عندكش عليه حتى حاجه كتثبت بانه كاين. الهاتف مغلق ما كاين اي حاجه، حتى الا شديتيه مؤخرا كيقول لك صافي غدا ان شاء الله، غدا غدا نهار واحد نهار اثنين نهار ما كاين والو، دونك راه ما يمكنش يدار. باش غنكونوا واقعيين بعضياتنا، راه إلا خرجت القرعة هادي السلام عليكم، ما يمكنش نديرو فريق وغدا يخرج لنا بأنه راه ما كاين، وغنولو حنا المسؤولين، راه ما كاين اللي غيرحمنا، لأن غيقول لك أسيدي علاش بنيتي باش درتي في هذيك القرعة؟ كتلقى بنادم لقيت بنادم ديالك ما كاين بروتيج، ما كاين صباط في المستوى، القاعة عندنا فيهم اكتضاض، عندنا واحد العدد ديال الأمور، بغينا حتى حنا داك المستوى ديالنا لا في القسم الثالث ولا القسم الرابع يكون في المستوى. تفرجت انا فواحد شي مقابله اللي تكون في القسم الثالث، راه والله الا كان ضايوب ديال الدوزيام ديفيزيون تقريبا في الجامعه، كتلقى الناس كتلقى مدربين في المستوى، كتلقى كتفرج كتحس بان او موا راه عندنا شي حاجه، ولينا كنحسوا بان راه عندنا وكاين تنافس وكاين شده وكاين واحد العدد ديال الامور، ولكن في القسم الرابع راه باقي كينقصنا داك الشيء الاخوان. علاش؟ لان ما بغيناش القسم الرابع يولي ديك المقبره، غير اللي بغى يجي يقصر، غير اللي بغى يجي هذا، واللي بغى يكمل العام، ولا ما بقاش داك الشيء في العصبه. العصبة راه توصل لواحد المستوى غادي يدير واحد السقف ديال النقاط، باش غتكون في بالكم. راه في جميع لي كومبيتيسيون دابا راه ما يمكنش غتجي فقط الكاتريام سيري في الكرون فود وغتلعب لعبات 26 ماتش وعندها ان بوان، باش غنوضحكم في الصورة. غيولي واحد الباريل دايرين عصاب، والحاج هو راه في خبارو راه دايرين عصاب واحد الباريل. الا ما وصلتوش واحد الا دخلتي لاي كومبيتيسيون في العصبه الكاتريام سيري ولا سيتو الكاتريام سيري وتلعب 26 مقابله وعندك ان بوان، راه كاين باريم دابا بداو عصاب اخرين، انه الا ما وصلتي لواحد السقف ديال 16 نقطه ولا 14 نقطه ولا 19 نقطه كتحيد. اول حاجه كتحيد، اول قرار كيدار، لان لا يعقل انك فريق جاي وغتهرس المستوى اللي غادي يبيع الانديه وغادي تقول راه انا في القسم الرابع راه ما كاين والو راه نقصر ولا لا، ما كاينش تقصر، خص توصل لواحد المستوى، واحد المستوى السقف بالمقابل. راه العام اللي فات راه عندنا فرقه في القسم الرابع عندها نقط موان دو سي الحاج يمكن ياك موان دو،
دو عندها ماشي دو بلوس عندها موان دو يعني ناقص جوج نقاط ف 26 مقابله 26 مقابله عندها موان دو يعني ها هي هرست المستوى التنافسي ديال العصبه ها هي ولات الليجا هذيك غادي عليها 6 بوان ها يعني خصات واحد العدد ديال الامور دابا راه غادي في هذاك القرار انه لا في القسم الرابع في الفوتسال لا في القسم الرابع في الكرون فوت غيولي واحد النظام ديال المنافسه ديال الكومبيتيسيون غيدار واحد القرار ديال اللي ما يوصلش لواحد العدد ديال 14 نقطه ولا 16 نقطه راه ما يمكنش غادير الكلاسمون جينيرال وغادير واحد لاسومبلي وغتلقى واحد الفريق القسم الرابع عنده موان دو في 26 مقابله ما كيدير والو في العصبه ما كينتج ما كيعطي مستوى ما كيعطي صوره للعصبه دونك حنا راه غنكونوا واضحين كاع راه داك الكم العائل حنا بالنسبه للعصبه ما عندناش دخل فيه ما يمكنش نقصيو نامبورت كي لان هذا حق دستوري كيتعطى للجمعيات ولكن باش غادي حنا كعصبه ندخلوا في هذا القرار هو في هذه القضيه لان ما يمكنش ست الناس يديروا فقه وغيجوا في الموطور ويلحقوا كره ويلعبوا وخاسرين كيضحكوا ورابحين كيضحكوا ما عمرو يضحكوا اصلا وما كاينش مستوى وما كاينش معاه من تهضر وما كاينش معاه من تخاطب وما كاينش معاه من تناقش لان حتى ملي كتجي دابا كتشوف الاجتماعات اللي كنديرو وفي المقابل ديال القرعه هاد الاجتماعات كنديرو القرعه راه كنلقاو دائما الناس اللي عندهم غيره والناس اللي دائما في الميدان كتشوفهم في الميدان هما اللي كيحضروا وكاين اللي مصوب وغادي يتخاشر ما تسكر رغويه عادي تاكي عادي لان حنا عرفنا ولفنا هادشي ولكن هادشي غادي يتحار اللي بغى يلتزم في العصبه راه غنمشي بالعصبه حنا كنهضروا على ما هو تنظيمي بالنسبه لا بروغراماسيون حنايا كلجنه.